السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يعزك يا شيخ. سؤالين بالنسبة للمتوفى. ايوه. والدي رحمه الله مات وعليه صيام، هل يجوز أن أنا أطعم مع الصيام؟ ينفعه يعني الإطعام؟ لا، وعليه صيام تطعم يجوز من ناحية الجواز جائز، لكن هل يجب؟ لا يجب. طيب الإطعام عنه يجزي عن الصيام؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا الأحوط. طيب هو كان كبير السن ولا كان إيه؟ عفوا. نعم. أفطر لماذا؟ سفر. صوموا عنه أسلم. طيب الصدقة الجارية تنفعه بعد الموت من أولاده؟ بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما قال سعد: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. جزاكم الله.